هذا التمسك. تداعياته يعني ايه؟ احنا بنقول حريه شخصيه، لا انا ما بقولش فيها دي حريه شخصيه، لانه احنا بنقول مش حريه شخصيه؟ لا مش حريه شخصيه. يعني حريه شخصيه ان حضرتك تلبسي اللي عايزاه وانا البس اللي انا عايزه، بس هي ما تلبسش اللي عايزاه؟ في هذه المساله وفي هذه الظروف الدوليه والعالميه التي يعاني العالم، مجرد يحدث حادثه ارهاب احنا يقول طيب انا مثلا لو انا بتكلم وسوائل على اللي على البس ماسك كده، لو انا بلبس ماسك كده مثلا عشان لا معلش دي الاسباب صحيه. طيب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ لا طبعا ايه الفرق ما بين لا ايه الفرق ما بين الماسك؟ ممكن يسمعني يا استاذ لا اكمل اعمله تاني كده يا شيخ سامي هنشوف ايه الفرق. طيب قولي في الجرايد كده. طيب لو انا جبت كده يعني هو هنا كده انا مش باين شخصيتي، ولو هي قلعت النقاب بس ده الناس بتعمله بشكل مؤقت يعني. لا 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 لو هي قلعت النقاب يعني في حاجه الفكره البديله. لما البنات من حوالي سنتين حصل دوت انا قلت لهم ما حدش يضايق نفسه خالص من قرارات دكتور جابر نصار، البنات لو اضطرت لكده في الامتحان تلبس ماسك. هو هل حضرتك هتمنعي ده؟ لا. طيب لما مش هتمنعي ده مش ليه تمنعي النقاب؟ الشكل ده غير مقبول. الشكل ده لا ده شكل طبي وصحي. معلش لا لا شكل طبي وصحي وفي ناس عندها في ناس عندها مثلا بتخاف من العدوى او في اماكن الزحام، فدلوقتي لو هو لبس البنت لبست ماسك هو النقاب. مش هتقدري تمنعي الماسك بس ليه تمنعي النقاب؟ طيب استاذه هويده عشان بس نبقى يا استاذ وائل احنا بنمنع النقاب ليه؟ بنمنع النقاب لان احنا الان في دائره يعني مفرغه من الحوادث الارهاب. هل حدث مجرد في الجامعه يا سيدي؟ مش في الجامعه، احنا بنتكلم على على منظرنا على رؤيتنا على صورتنا في العقل العالمي. صوره محتشمه منضبطه مش احترام للمسلمين. صوره للمسلمين لا بالعكس. يعني العلي هو اللي صوره محتشمه لازم حاجه يقول اتقبض على كلنا. لو كلنا الخمسه بيتكلموا لا معلش الاستاذ غلط. اول حاجه يقولوا اللي ارتكب الحادثه ملتحي، اللي ارتكبت الحادثه منقبه، ماذا تكون الصوره امام العالم كله؟ وبعدين يقول لك انه ليس حادثا ارهابيا لانه لم يكن ملتحيا. طيب استاذه هويده شايفه ده اعتداء على طبعا ده اعتداء على حريتك، ولا من حق الجامعات انها تنظم احوالها ومن حق المؤسسات انها تشوف ينفع تدخلي بالنقاب ولا ما ينفعش ومن حقك انك تختاري؟ لا يعني. انا بقول لحضرتك انا شخصيا كنت في الجامعه المفتوحه السنه اللي فاتت متخرجه منها وكنت بخش الامتحان وببقى في المدرج وبتيجي بنت بتيجي تقول لي لو سمحتي ارفعي النقاب. برفع النقاب عادي جدا، ايه المشكله؟ واي واحده وانا داخله الجامعه احنا وكانوا جايبين فابتن في الجامعه وارفعي النقاب كنت برفع النقاب، واي مكان واي ايه المشكله في الصوره؟ اي مكان حتى صوره عاديه وصوره حضاريه وصوره للامن صوره طبعا صوره حضاريه مالها كل حاجه من حق الامن ومن حق البلد. انا لما امشي عريانه هي دي صوره حضاريه؟ لا هي مش شايفاها صوره حضاريه؟ لا طبعا لا كده اهانه كده اهانه. يعني انا دلوقتي لو سمحتي يا استاذ لما امشي عريانه هي دي الصوره الحضاريه؟ هو المشكلة في ايه؟ هو كده المشكلة كده. في يعني ما انا عارف هتقول لي امر وسط المشكلة محدش قال لك امشي على ما يعني ما هي بتقول لي الصورة حضارية امال ايه الصورة الحضارية بالنسبة لك؟ يا جماعة انتوا يا جماعة نستنى بس انا هجي لك يا استاذة وائل. نعم نظرة المرأة النظرة للمرأة في المجتمعات العربية انها وعاء جنسي لا غير وانها محط شهوة وان الرجل حيوان بمجرد ان يراها تحصل بقى ما لا يحمد عقباه، وبالتالي يجب تخبئتها ويجب في حين ان هناك مجتمعات يعني احنا بنعامل رجالتنا اكنهم حيوانات، مجرد ان يشوف الست خلاص هيبص لها، فلازم نخبيها ولازم نعتبرها كائن ناقص. ولا رجالنا ولا عمر رجالنا كانوا حيوانات. استاذه هويده خد بس تعليق على يعني هي دلوقتي حضرتك بتشبه الرجال بالحيوانات؟ طبعا طبعا انا ارفض التشبيه ده. لا طبعا ما هو هي ما بتشبه هي 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 هي, هي بتقول مفهومكم هو الذي يجعل من الرجال حيوانات. لا 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 طبعا احنا عمرنا ان انت تخفي نفسك بهذا الشكل على اعتبار ان الذئاب تمرح في الحياه وبالتالي الذئاب اللي هم البشر يعني بتقول بحط الكحل عشان لو حد بص لي ما يفتتنش. لا انا قلت لماذا بحط البيشه؟ لماذا لماذا تعتقدي ان كل من ينظر اليك من الرجال يفتتن بيكي؟ هقول لحضرتك ليه؟ لاني انا منتقبه ما فيش حاجه باين مني غير عيني. وليه ما فيش حاجه باينه مني؟ ما ربنا هتلاقي نظرك عليها ايه؟ يا جماعه نسمعها بس نسمعها حد مفتتن بيكي. نعم دلوقتي انا عيني تبقى مكشوفه. يا جماعه يا دكتوره لازم بعض يا جماعه هينفع كده لو مش عارفين نظبط الحوار نتوقف.
نتوقف لو سمحتوا. لا مش معقوله يا دكتورة سرية، لو سمحتي حضرتك قلتي اللي عندك نسمعها. طيب هي واخدت النقطه انها بتقول لي هي حضرتها الاخت مريم عينيها مكشوفه وانا عيني مش مكشوفه. قلت لها انا دلوقتي المنتقبه اللي عينيها عريانه اول حاجه لما بتيجي حضرتك تتكلم هتبص على ايه؟ على عينيها، ده وضع طبيعي. طب انا لما اكون حاطه ميك اب ورسمه عينيا فبالتالي طب ما انا كده ممكن حضرتك تفتتن بعيني ليه؟ طب انا ايه المشكله يعني؟ انا لما بغطي عينيا بضايق في حاجه؟ لا اله الا الله. بتكلميني انا ولا بتكلمي عموما؟ انا بتكلم عموما، بتكلم عن حضرتك طبعا. لا هي خليني بس خطوه خطوه يا جماعه، الراجل هيروح. طيب وبعدين زي ما احنا بنقول النقاب حريه شخصيه. النقاب ان انا ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان ابن عباس قال لك ان النقاب كان عباره عن شق في النص، ما كانش كمان اتنين، يا دوبك حاجه عشان تبين للنساء انها تمشي وتشوف. طيب خليني في 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 حاجتك انت وحاجه المجتمع. انت بتقولي انت محتاجه النقاب ليه؟ طبعا محتاجاه. محتاجاه في ايه؟ محتاجاه لان اولا احنا دلوقتي بنشتكي. هو طبعا يعني يا جماعه لك مطلق الحريه في انك لكن هتلاقي في وجهه نظر بتقولها الدكتوره سرية تقول لك لا دي مش حريه لانها اعتداء على حريه الاخرين. انا عايز اشوف مين اللي بيتكلم، عايز اشوف مين اللي قدامي، عايز اشوف انفعالات البشر. ما هو ده اعتداء على حريتي انك انت تقولي لا النقاب دي انا لابسه النقاب ليه؟ انا لابسه النقاب معلش سيبك بقى، ما احنا ما بنتكلمش في حته ربنا، وقلنا ان احنا مش بنتكلم في الدين، احنا بنتكلم في موضوع اجتماعي. احنا قلنا يا جماعه بنناقش القضيه خاصه لو هي محسومه دينيا ما خلاص يعني، انما دينية. انا دلوقتي لا مش محسومه دينيا يعني خلينا بس احنا قلنا دلوقتي احنا القضيه بنناقشها من زاويه لك حريتك في ان تختاري، انما صح. كمان مش هقول خلينا بنناقشها من الزوايا المجتمعيه، الزوايا الامنيه، الزوايا النفسيه. هي بتقول نفسيا من حتى الزوايا المجتمعيه حضرتك حوادث التحرش قد ايه؟ حوادث التحرش قد ايه؟ كتير. طيب معلش هات لي منتقبات اشتكوا من حوادث التحرش. لا في هناك من تتعرضنا للتحرش هي منتقبه بتتكلم عن تجربتها. حالات عايز اقول لك انه عايز اقول لك ان معظم الاطباء لا خلي بال حضرتك يعني في دراسات علميه وطبيه تؤكد ان انوثه المراه اكثر في عينيها، وبالتالي هنا طيب لا هو نقطه يعني وبالتالي هنا يعني يبقى لما تبقى انوثه المراه في عينيها وانا اغطي عينيا ما انتوا كاشفين العين، ما انت مش مغطيه عينيكي قوي وهي مش مغطيه. لا انا مغطيه. طيب انا بس خلي يا جماعه يعني مش عايز الموضوع يتشعب. ما بين حريات يا جماعه لو سمح ما بين